وسهلا مشاهدينا، رح نروح لفقرتنا القانونية ورح نحكي عن موضوع كتير مهم بحياتنا العملية. كتير من الأشخاص ممكن يوقعوا ضحية النصب والاحتيال بسبب موضوع سند الأمانة. رح نتعرف أكثر على سند الأمانة وشو هي الإجراءات القانونية المتعلقة فيه. كل هي التفاصيل مع ضيفنا لليوم الأستاذ المحامي محمد المهدي. يسعد صباحك. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك ورمضان كريم. بالبداية خلينا نتعرف من حضرتك عن المقصود بجريمة إساءة الائتمان. هلأ جريمة إساءة الائتمان وفق القانون السوري هي محددة بنص قانون العقوبات العام بالمادة 656 تحديدا. موضوع سند الأمانة، سند الأمانة كتعريف هو الشيء يلي بيكون محرر بسند بيجعل من محرره مرتكبا لجرم إساءة الائتمان في حال عدم رد المبلغ المذكور بالسند عند المطالبة. فالعبرة بسند الأمانة هي الشكليات اللي موجودة ضمن السند نفسه، ومو العبرة هي موضوع العنوان تبعه. يعني مو شرط أنا اليوم إذا عندي ورقة ومكتوب عليها سند أمانة ويكون مو مستوفية شكليات معينة بالصياغة تبعها وبالكتابة إنه تكون هي سند أمانة. نحن عنا نقطتين أساسيات بسند الأمانة ليتحقق بغض النظر عن العنوان تبعه. أول شيء هي بدها تكون مذكور بأنه المبلغ اللي مستدان فيه للسند هو على سبيل الأمانة ولحين الطلب. فهدون الشكليين الأساسيين جوهر هن سند الأمانة نفسه. تمام. يعني من المعروف أنه سند الأمانة كتير مهم لحتى نحفظ الحقوق. اليوم خلينا نتعرف أكثر من حضرتك أستاذ عن الشروط بسند الأمانة. هلأ شروط سند الأمانة فينا نحن نلخصها هيك بقصة صغيرة. إذا أنا اليوم إجا لعندي شخص طلب مني مبلغ على سبيل الدين أو على سبيل الأمانة أو على سبيل أي شيء، أنا قلت له أنا موافق أني أعمل لك سند مقابل أني أعطيك هالمبلغ المادي اللي أنت محتاجه، بس أنا في عندي شروط بحاجة لأني أكتبها بضمن الورقة اللي ما حتكون مكتوبة بيناتنا لحتى أعطيك هالمبلغ. قال لي موافق. شو هنن هدون اللي بدك ياهن أنت الشكليات أو الشروط اللي أنت ذكرتها؟ أول شرط أنا بدي أكتب له بسند الأمانة إنه موجود عندك مثلا مبلغ مليون ليرة سوري على سبيل الأمانة. بدي أذكر أنا هاي اللفظ صراحة بالنص إنه على سبيل الأمانة، وبدي أذكر أنا إنه هذا المبلغ موجود عندك على سبيل الأمانة لحين الطلب. فسند الأمانة ما بيكون محدد لمدة إنه أنا استدنت منك هالمبلغ هذا أو دينتك هالمبلغ هذا لمدة شهر. إذا كان محدد بمدة بنسميه سند دين. محدد بمدة هو بيفقد صفته كسند أمانة، بيتحول لسند دين. بيتحول لسند دين. الفرق بين سند الدين العادي وسند الأمانة إنه سند الأمانة هو حين الطلب. ودائما نحن في عنا شيء بأنه نحن بحال كان سند الأمانة محدد بمدة، حكينا أنه نحن بيفقد هو شقه الجزائي، بيتحول هو لسند دين. ونحن في عنا أنه لو نحن بحال تم اتفاق بيناتنا أنه نحن بدي أدين منك أنا هي المليون مثلا لمدة شهر، بس كتبتيني على سند أمانة وتاني يوم طالبتيني فيه، وهذا شيء بيوقع فيه مثلا ممكن ناس انه انا ادينت منك هالمبلغ هذا، قلت لك انه هذا المبلغ لفتره معينه او لحين الطلب نتيجه اتفاق معين انه لشهر، كتبت على حالي سند امانه واعطيتك اياه، انت ثاني يوم طالبتيني فيه، فهي مطالبتك محقه. لانه نحن في عنا شغله بيقولوا لك انه الكلام الشفهي لا سلطان عليه بوجود شيء كتابي. هي قاعدة يعني قانونية إنه الكلام الشفهي لا سلطان عليه بوجود شيء مكتوب. فشو نحن حكينا إنه جوهر هو سند الأمانة إنه المطالبة بالمبلغ لحين الطلب. فلحين الطلب هي بتنفي أي اتفاق تم بيني وبينك على المدة بحال هي ما كانت مكتوبة. طيب أي الأكثر أمانة؟ معناتها عم نحكي لاسترداد الدين هو سند الدين مو سند الأمانة. إذا أنا بدي استرجع ديني مثلا هو محدد بوقت معين للطرفين هو أكثر أمانا إذا بدنا نحكي؟ هلأ سند الأمانة نحن العبرة فيه هي وقت اللي نحن بدنا نطالب فيه لسند الأمانة، نحن اللي بيتم المطالبة فيه عن طريق أول شيء المصالحة عليه برسوم بسيطة بتندفع عن طريق المالية، بعد المصالحة عليه بيتم توجيه إنذار بموضوع سند الأمانة، بيكون محدد الإنذار بمدة معينة.
يعني مثلا انا بمهلك بانذار بسند الامانه مثلا لثلاث ايام لخمس ايام للمده الزمنيه اللي بحدد لك اياها بالانذار، جوهر وركن من اركان جرم اساءه الائتمان هي الانذار. يعني الانذار هون يتلخص، يعني نحن عندنا جرم اساءه الامانه ما بيكفي انا اني طالبك فيه وانت ترفضي المطالبه تبعي. ركن من اركان الجرم يلي بتتحرك عليه الدعوه هي الرد على الانذار بانه ما تم الوفاء فيه بعد الانذار. تمام. خلينا نوضح اكثر الفرق بين السندات المطبوعه والمحفوظه او المكتوبه عند كاتب عدل او محامي، مين لها تاثير اقوى من الثانيه؟ هلا ما في نحن عنا عبره بتنظيم سند الامانه سواء عند محامي ولا سواء المطبوعه اللي عم تحكي عليها او عند كاتب عدل او اي شخص كان. الجوهر بس بسند الامانه انه ما يفقد شيء من الشروط اللي حكينا عليها، انه اول شغله نحن عندنا ما بيتحدث سند الامانه بتاريخ. وسند الامانه في كثير اخطاء شائعه بيوقع فيها الناس، بيقول لك انه سند الامانه بعد فتره بيفقد قيمته او ما عاد بيحق لك تطالبي فيه. هي لا، هي نحن في عندنا التقادم على سند الامانه هي محدده بثلاث سنوات كشق جزائي. يعني نحن شق الجزائي اللي بيحبس فيه لسند الامانه هي ثلاث سنوات، بس الثلاث سنوات بيبدا العد فيها وبتبدا من تاريخ توجيه الانذار وليس من تاريخ تحرير السند او من تاريخ حيازتك له. يعني نحن من تاريخ ما بنوجه الانذار بالمطالبه بالسند وبيجينا جواب الانذار، انا اجاني جواب الانذار بس ما رحت كملت وحركت الادعاء قدام القضاء بالمطالبه وتحقيق جرم اساءه الامانه، هون نحن عندنا بينعد ثلاث سنوات للشق الجزائي. بحال مضوا هدول الثلاث سنين نحن بعد توجيه الانذار بصير نحن في عندنا هون مطالبه مدنيه بمبلغ المالي اللي بيكون موجود بالسند. المطالبه المدنيه هي بتسرع عليها التقادم الطويل اللي هي 15 سنه، بس نحن هون ما عاد في عندنا الشق الجزائي اللي بيحبس. طيب خلينا نحكي هيك اكثر عن يعني كيف نحن ممكن ننصح الاشخاص اللي بيكتبوا على حالهم سندات امانه. كثير بنشوفها هي الحاله منتشره، يمكن بتصير هيك اي ورقه بيضاء وبيكتبوا عليها موضوع سند الامانه. خلينا نحكي شو الشروط الصحيحه لتكون، وكيف يعني شو المخاطر ممكن يقعوا فيها الناس بحال كتابه سند الامانه. هلا بدايه اول شغله يعني بدك تنصحي فيها، نحن بدنا ننصح الطرفين اللي بدهم يكتبوا سند الامانه. هلا اول شغله بالنسبه للي عم يكتب سند الامانه لصالحه وهو اللي عم يدين المبلغ المالي، هلا اول شيء انت بدك تتحققي من بصمه هذا الشخص وتوقيعه اثناء تحرير سند الامانه. في كثير احيانا اخطاء شائعه بيوقع فيها الشخص انه بيكون مثلا عنده المحبره اللي بده يبصم عليها، فهي احيانا بتكون المعالم البصمه مطموصة إذا كان مثلا فيها حبر كتير أو شيء. فوقت اللي بصير في عنا نحن إنكار للبصمة على السند أو بنحتاج مضاهات للبصمة، فحيطلع هي عبارة عن بقعة من الحبر ما حتكون فيها معالم البصمة واضحة. بالنسبة للشخص اللي عم يكتب على حاله سند الأمانة، أهم شغلة أنت احتفظ بنسخة عن السند اللي عم تكتبه على حالك. أنت ممكن تسد هذا المبلغ ويجي يعطيك أي سند أمانة تاني، يضل انت عنده البصمه تبعك والسند الصحيح اللي انت يعني عنده على حالك. يعني عادي السند يتصور، فينا نقول بيتاخذ فيه، ممكن يتاخذ عنه صوره ضوئيه. اهم شغله انا اكتب السند بخط ايدي، كانا شخص عم حرر سند على حالي، انه اكتب انا السند بخط ايدي ووقع وابصم بنهايه السند لحتى يكون انا هذا السند وقت اللي باخده انا اتحقق بانه هذا هو نفسه. زائد في عندنا خطوه اضافيه ممكن عند سداده، انه انا اخذ منه كمان ابراء لزمتي من مضمون هذا السند. لانه نحن اليوم عندنا شغله كمان بحال الشخص عم ينظم سند على حاله، ما بيكفي انا اني ابصم على سند واترك لك اياه فاضي. فهي اهم شغله انه انت لا تبصم اليوم على سند امانه فاضي على بياض. اليوم البصمه على بياض بتخول صاحب السند اللي حيكون معه اثناء المطالبه بانه يملي المبلغ اللي بده اياه، وانت بصمتك السابقه على بياض هي عباره عن تفويض ضمني لاي شيء وموافقه مني على اي شيء رح تكتبي لي اياه انت بالسند تعبيه. يعني ممكن انا يكون المبلغ اللي بيناتنا عباره عن مليون ليره، انت تكتبي بقيمه السند 100 مليون. انا بصمتي السابقه انا ائتمنتك على املائه. فاهم شغله ما ينترك سند فاضي، المبلغ اللي محدد بيناتنا هو بينكتب. موضوع هي ترك السند فاضي عبارة أحياناً الناس أنه بتخاف من فروقات العملة إذا كان المدة طويلة شوي. سند الأمانة لأن ما بيصير نحن في عنا في تعويض قد ما صار في تغيرات بالنسبة للعملة.
لانه هي موضوع الامانه انه انا حاطط عندك هالمبلغ المالي بس. فوقت اللي بدي طالب فيه انا ما بطالبك بفروقاته او بطالبك بتغير عمله او بطالبك بشيء. مو بس فروقات، يمكن العملة أيضا يلي بيكتب السند يعني صاحب المال هو بيعتبرها كمان وسيلة للضغط النفسي، إنه أكيد الواحد ما أنه مرتاح إنه هو كاتب على حاله أو تارك سندات فاضية عند شخص معين، فالشخص الثاني بيصير بس بده يوفي هذا المبلغ أو الشيء المؤتمن عليه ليسترجع هدول السندات. يعني هي كمان مو بس فروقات العملة عم تكون، أيضا يمكن عم يستخدموها كجانب نفسي الضغط على الطرف الثاني. هلا الجانب النفسي هو بسند الامانه هو الشق الجزائي اللي فيه بالحبس. واليوم حتى سند الامانه نحن في عندنا شق له كمان احيانا الناس انه من وجهه نظرها انه سند الامانه بس بيحبس. سند الامانه بحال كان الشخص اللي كاتب لي اياه انا فيه بيملك عقار بيملك قصه، انا فيني انه كمان قوم بحجز احتياطي ضمانا للوفاء بالسند على هي الاملاك. يعني وهذا الشيء كمان موجود قانونا وبتسري عليه المحاكم وبتجهله احيانا الناس حتى اللي بتنظم السندات نفسها. طيب خلينا نعرف اكثر، سند الامانه وين بينكتب اليوم؟ باي محكمه؟ هل هو بحاجه لشهود؟ هلا سند الامانه ما له بحاجه لا لشهود ولا بحاجه لشخص معين ينظمه. حكينا نحن بحاجه شكليات معينه وبحاجه للشروط وعدم تحديد المده اللي موجوده فيه. بحال نحن وصلنا لموضوع انه اساءة الائتمان ووجهنا انذار مثل ما حكينا وهذا الانذار ما استجاب له الشخص بعد مضي المدة المحددة اللي نحن انذرناه فيها، نحن هون بيتحرك عنا جرم قدام محكمة بداية الجزاء. محكمة بداية الجزاء هي اللي مختصة بالنظر بموضوع سندات الأمانة. جرم اساءة الائتمان بالقانون السوري هي تتراوح مدة العقوبة تبعه من 6 اشهر لثلاث سنين. من 6 اشهر لثلاث سنين بحال كان هذا الشخص اعتبر مسيء للامانه. في عنا حاله محدده هي بحال كان الشخص اللي معه سندات الامانه، مثلا انت عندك سند امانه اعطيتني اياه انا محامي لحتى اروح انا اني طالب لك فيه وامشي لك بالاجراءات تبعه بالمطالبه. بحال انا اسأت استخدام هذا السند نتيجه تقصير معين او اتلفت انا هذا السند او اي شيء معين، انا يعتبر الجرم تبعي اللي برتكبه مضاعف عن الجرم تبعك نتيجه اني انا شخص قانوني وانت حطيتيه عند محامي. فالجرم التلاعب بسند الامانه باي شيء معين هو مضاعف بحال كان هذا الشيء صادر من محامي، لانه هو رجل قانون يعتبر. اكيد. طب خلينا نحكي اكثر، هو شو سند الامانه الاكثر شيوع اليوم ولشو بيكون؟ سند الأمانة الأكثر شيوع هو عبارة عن الشيء المحدد اللي أكثر الناس بتشوف الصياغات تبعه، اللي هو أنا الموقع أدنى فلان فلاني مفصل الاسم استدنت من فلان مبلغا قدره كذا. هون نحن بالنسبة للمبلغ بدنا نكتب المبلغ، نحن نحاول أرقام وكتابة. العبرة بالأرقام والكتابة نحاول نحن حتى بالكتابة إنه ما نترك فراغات. يعني اليوم أنا إذا بكتب مثلا المليون وبحط 1.6 مليون وبكتب فقط مليون ليرة سوري وبترك فراغ بعدها، ممكن تحطي أنت بعد المليون و بيصير مثلا مليون و كذا تغير المبلغ. نحاول إحنا ما نترك فراغات لما يصير في أي تحريف. العبرة بالكتابة والأرقام إنه هي بحال نحن صار في عندنا خطأ بالأرقام الكتابية فالعبرة دائما بتكون للكتابة. يعني بحال صار في تناقض بين الكتابة وبين الرقم. بعد المبلغ نحن حنحط إنه هذا المبلغ بضمن مضمون السند الكتابة على سبيل الأمانة لدى هذا الشخص لحين طلبه. بالنهاية حيكون في توقيعه وبصمته، مو بحاجة لا لشهود ولا لشيء. نحن اليوم نحن عندنا دليل كتابي هو بينفي أي شيء تاني ونحن مو بحاجة لإثباته أو نفيه بالشهادة. يعني الدليل الكتابي بينفي دليل كتابي معاكس، ما في دليل كتابي بتنفي شهادتي. طب خلينا نحكي هيك مفصلا، اليوم كتبنا سند الامانه وصار وقت التحصيل وما تم تحصيله، من وين بنبلش؟ هل بيروح الشخص بيروح لعند محامي، بيروح على المخفر، بيروح على المحكمه، من وين بتبدا الاجراءات؟ هلا النصيحه القانونيه هي انه يروح يبلش عند محامي، لانه احنا في عندنا اكثر من طريقه لتحصيل سند الامانه. يعني اليوم نحن في عندنا طريقه لتحصيل سند الامانه هي بدايه بس نحن بناخذ سند الامانه ونحن بس بناخذ سند الامانه وفورا نحن بننزل بنحط هذا السند بدائره التنفيذ. بس وضعنا هذا السند بدائره التنفيذ امام رئيس التنفيذ حيتم المطالبه فيه.
بس نحن هاي الخطوة بتأشكلنا أشكال كتير بسيط، إنه بحال هذا الشخص إجا ودفع أي دفع قدام رئيس التنفيذ بأنه هذا السند مو هو اللي منظمه أو هي مو بصمتي أو أنا هذا السند تم الوفاء فيه، فرئيس التنفيذ ما بينظر بالموضوع، حيتم بإحالتنا لموضوع القضاء الخصومة لحتى نحن يتم مضاهاة البصمة أو نتحقق من صحة الدفع اللي دفع فيه أو لا. تمام. الطريقة الثانية اللي نحن ممكن نمشي عليها واللي أغلب الناس بتتبعها اللي هي الطريقة المضمونة بتعتبر لحد كبير، اللي هي نحن ناخذ سند الأمانة بيتم المصالحة عليه، بيتوجه إنذار عن طريق الكاتب بالعدل خلال مثلا الوفاء بقيمة السند الفلاني خلال مدة زمنية 3 أيام 5 أيام الذي هو، بعد ما يتم تخلص المدة الإنذار هون نحن بحال ما تم تسديده، حكينا انه نحن الانذار هو ركن من اركان الجريمه باساءة الامانه، بيتم تحريك الادعاء عليه امام القضاء بجرم اساءة الامانه. تمام. طيب خلينا نوضح الفرق بين الشيك وسند الامانه. هلا سند الامانه هو 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 سند للوفاء بين بعض، اما الشيك هو بينتج عن عمل تجاري. سند الامانه ما فينا نحن نعتبره نعتبره شيء تجاري ولو كان منطوي على غير ذلك بحال انا نظمته. يعني لو كنتي انت اخذه مني مبلغ معين على سبيل مثلا التجاره او شيء بس انت قبلتي انك تنظمي لي فيه سند امانه، فانت هون بحال المطالبه فيه، وما كان معك انت وثيقه بتثبت انه سند الامانه تحرر نتيجه عمل تجاري او نتيجه شيء معين، هذا سند الامانه انت بتوقعي فيه بجرم اساءه الائتمان. اما الشيك هو ينطوي تحت عمل تجاري. يعني الشيك نحن اليوم عدم الوفاء، ما في نحن عدم وفاء بالشيك. الشيك هو في جرم واحد هو إصدار شيك بدون رصيد. أما سند الأمانة أنت لو قبلتي نتيجة عمل تجاري أنك تنظمين سند أمانة أنت ملزمة بالأمانة وبالأداء فيه. طيب خلينا نحكي أكثر اليوم هيك عن نصائح ممكن نقدمها لكل الناس بما يخص كتابة السند أو كيف ممكن يتعاملوا معه للطرفين إذا بدنا نقول. للطرفين هلأ بداية حكينا أنه نحن اليوم قبل أي شيء إذا بدنا نحكي من جانب اجتماعي أو جانب أخلاقي أو أي شيء بدك تعتبري، أنا اليوم الشخص يلي بدي اللي بدون ما أكتب عليه ورقة إذا ما بدي أنا أكون هذا الشخص عندي قناعة أو أي شيء يملي بأنه هذا الشخص حيأدي زمته، أنا ما حأضطر أني أكتب له سند الأمانة. واليوم الشخص اللي بده يكتب سند أمانة على نفسه، يعني إذا أنت كمان ما كان عندك شيء مستند عليه أنه أنت توفي بهذا السند، لا تكتب على حالك وتنظم هذا السند. أنا اليوم وقت اللي عم نظم على حالي هذا السند أنا عم بنشق على نفسي التزام. التزام بأداء هذا السند، عم شكل على نفسي أنا وسيلة ضغط بحال أنا ما سديت هذا السند. والشغلة الثانية أنه لا تترك أنت سند الأمانة على نفسك بحال أنت اللي كنت عم تنشقه فاضي لحتى ما يتعبى بالرقم أنت اللي حيكون موجود أيا كانت قيمته بعيدة عن الواقع اللي حيكون موجود. الشغلة الثانية تحقق من بصمة أنت هذا الشخص، خذ له عنوان مختار ومؤكد بمشان أنت تبلغ وتوجه عليه الإنذار بحال أنت قمت بالمطالبة فيه وما سدلك. تمام. بدنا نشكرك كثير الاستاذ المحامي محمد المهدي، يعطيك الف عافيه. الله يعافي قلبك. شكرا كثير لك. اكيد بموضوع سند الامانه بيضل حذر هو يعني المفتاح الاساسي اليوم. أكيد. لحمايه كل الاشخاص. اهلا وسهلا فيك.